خلايا الكاتيوشا تستفتح عملها وصباح العراقيين بقصف مطار بغداد. التعرض للمطار هو الثاني خلال شهر بعد محاولة استهدافه بطائرتين مسيرتين. تقول برقية أرسلها مصدر أمني إلى UTV إن جهة مجهولة أطلقت 3 صواريخ في الساعة 4:30 صباحا من مركبة للحمل في أبو غريب باتجاه المطار، وأن الجهد الهندسي لعمليات بغداد ضبط 3 صواريخ أخرى لم تطلق مع المنصة والسيارة في موقع الهجوم، وهذه الرواية مدعمة بالصور. أما رواية التحالف الدولي فتقول إن ما لا يقل عن 6 صواريخ سقطت في مطار بغداد، وأن نظام الصد التابع للدفاع الجوي العراقي أوقف عددا من القذائف. التحالف اتهم فصائل خارجة عن القانون بالتعرض للمطار هذه المرة وفي 3 من الشهر الحالي. قصف المطار لم يسفر عن وقوع ضحايا، لكنه ألحق ضررا بطائرة متروكة على المدرج وهي خارج الخدمة بحسب الخطوط الجوية العراقية التي طمأنت المسافرين بأن رحلاتها المباشرة مستمرة ولم تتأثر بالقصف.